قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما عندهم دكاكين ولا عندها محلات، بتمرق من الصباح جيعانة تغدو خماصا وتعود بطانا. الرزق منو؟ رزق ربنا تبارك وتعالى. عشان كده العصابات ديل والجماعة بيسرقوا أموال الناس حتى يصل بهم الحال إلى أن يقتلوا النفس التي حرم الله، دل عندهم مشكلة في الإيمان وفي التوكل على الله عز وجل. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواطر. قم بنا وانظر.